أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مقال للرئيس هادي في صحيفة نيويورك تايمز أكد فيه أن مشروع أي اتفاق سياسي قادم لابد أن يعتمد في جوهره على قبول تحالف الانقلاب بالقرار الأممي، كما أن المقال قد تضمن دعوة كافة الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية وإلى العودة وإلى عودة الحكومة الشرعية بشكل كامل لممارسة عملها وإعادة من هجروا ومن شردتهم الحرب إلى مساكنهم، كما تضمن دعوة للحكومة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب. يمكننا القول الآن بثقة كبيرة بأننا خطونا خطوات كبيرة وعملنا بجد كبير لاستعادة السلام وإحلاله من جديد. هكذا تحدث الرئيس هادي في مقاله، بينما بدا الطرف الآخر غير مكترث بالعملية السياسية واستئناف السلام، إذ رفض المتحدث باسم جماعة الحوثي ما جاء على لسان ولد الشيخ عن قبول الحوثيين بالنقاط الخمس التي أعلن عنها المبعوث الأممي كأساس لمحادثات السلام، ومثله فعل صالح أمام جمهوره حينما رفض علنية القرارات الدولية. ناطق الحوثيين أعلن مجددا عن شروط مسبقة من بينها أجندة خاصة تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل البدء في الحوار، بينما لا تزال الدولة مختطفة وعجلة الحرب التي تدفعها الميليشيا لم تتوقف بعد. جملة من التباينات والتصريحات المتناقضة، ترى ما الذي سيسفر عن كل هذه التناقضات وما هي تأثيرات ذلك على صعيد المشاورات؟ كيف يمكن قراءة مقال الرئيس هادي المتفائل على ضوء هذه التصريحات المعكرة لمزاج المشاورات من قبل التحالف الانقلابي؟ مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاشنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. السلام الذي أملته الحرب هو ملخص المقال الذي نشرته اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للرئيس عبد الرب منصور هادي بعنوان الطريق إلى السلام. قال الرئيس كلاما قصد توجيهه إلى صانع القرار في البلد الأعظم في العالم، حيث يدور الجدل بشأن الحرب الدائرة في اليمن، وحيث يتركز معظم الضغط السياسي الذي تتلقاه السلطة الشرعية لحملها على إنهاء الحرب والدخول في مشاورات مع المتمردين. المقالة تضمنت تعهدات من الرئيس هادي بإنهاء تأثير الجماعات المتطرفة في بلاده عبر عمليات بدأتها القوات الحكومية من عدن، لكنه يرى أن استئصال ظاهرة التطرف يتطلب وجود حكومة مركزية قوية ومستقرة، ما يعود الكرة إلى اللاعبين الدوليين. حرص الرئيس على تأكيده عزم الحكومة على المضي في طريق السلام، ولكنه في المقابل شكك في جدية الإنقلابيين المضي في نفس الطريق ما لم يشرعون في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. ولولا القوة العسكرية التي أعادت 75% من الأراضي إلى سيادة السلطة الشرعية لما أذعن الإنقلابيون للسلام، كما جاء في مقالة الرئيس هادي بالصحيفة الأمريكية الأوسع نفوذا في أمريكا. محادثات الكويت تراهن عليها أطراف عديدة بمن فيهم الحكومة، رغم يقينها بأن الحوثيين لا يقاسمونها نفس اليقين، لأن خيارهم هو الانقلاب الذي سبق وأن قوضوا به التسوية السياسية التي أنتجها مؤتمر الحوار الوطني الشامل. سيكون يوم 10 من أبريل القادم محطة مفصلية في السير نحو مشاورات الكويت. في هذا الموعد من المقرر أن تدخل الهدنة الرابعة بين الحكومة والمتمردين حيز التنفيذ، لكن يبدو أن حلف الانقلاب ينظر إلى مشاورات الكويت المقرر عقدها في 18 من شهر أبريل القادم من زاوية التهدئة على الحدود، وليس من زاوية حاجة اليمن إلى السلام والاستقرار. هذا ما ألمح إليه المتحدث باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام بقوله إن مشاورات الكويت قد تلقى مصير مشاورات جنيف السابقة، وأن اللقاءات الحدودية هي من سيحدد ملامح أي حوار مقبل، باعتبار أن الطرف السعودي هو المعني وصاحب القرار حسب زعمه، بل أن عبد السلام يرى أنه لا مشروع واضح المعالم لوقف إطلاق النار. تصريح يبرر ما ذهب إليه الرئيس هادي في مقالته اليوم. ويرى المراقبون أن نجاح مشاورات الكويت ستتوقف على فحوى التصور الذي سيقدمه الحوثيون، وعما إذا كانوا سيتمسكون بذات المواقف السابقة بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والموقف من شرعيات النظام الانتقالي، في وقت يبدو فيه موقف الحكومة واضحا على هذا الصعيد. عدم اتساق المواقف بين الحكومة والمتمردين قبل انطلاق مشاورات الكويت يؤشر إلى بقاء التحديات ذاتها أمام مشروع الحل السياسي، رغم الاختراق الهام الذي تم على الحدود. مشاهدينا الكرام، أرحب بداية بضيفي عبر السكايب من الدوحة المحلل السياسي أستاذ محمد عثمان. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أسعد الله مساءكم. أستاذ محمد، يعني باعتبار أن مقال الرئيس هادي هو رسالة، وأن الرسالة بأي حال هي توجه إلى جمهور أو متلقي، مقال في نيويورك تايمز، إلى من يتحدث الرئيس هادي؟
في البداية أسعد الله مساك وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة مقال الرئيس هادي ونشره في صحيفة كبيرة في أمريكا هو موجه لأكثر من جهة، لكن على وجه الخصوص للاعبين الدوليين وللإدارة الأمريكية على وجه الخصوص. وهناك نقاط هامة أراد أن يوصلها الرئيس هادي، أهمها أنه قادر على إخماد البؤر الإرهابية إن ظهرت هنا وهناك، لكنه يتحدث ويقول أنه يجب استعادة الدولة ويجب أن تكون هناك حكومة مركزية للقضاء على أي بؤر إرهابية، لأنه هذا هو التخوف الموجود لدى الإدارة الأمريكية والغرب عموما، لأنه نجح صالح والحوثيون في تسويق أنهم يواجهون قاعدة أو إرهاب. الشيء الثاني، الحكومة والرئيس هادي كمسؤوليات أخلاقية أمام المجتمع الدولي وأمام العالم وأمام الشعب اليمني أيضا، يريد أن يوصل رسالة أنه مع السلام وأنه دائما يدعون إلى السلام وأنهم على استعداد للانتقال لطاولة حوار حقيقية وجادة. الرسالة كانت متفائلة وكانت جيدة، تبعث على التفاؤل، لكن على العكس التناقض الذي أو طيب، قبل أن ننطلق يعني أن نتحدث عن أي أشياء أخرى بمعزل عن هذه عن المقال الذي قام به رئيس الجمهورية، هناك يعني أهمية للتوقيت الذي جاء به هذا المقال بلا شك. هذا التوقيت يعني المقال جاء بعد مؤتمر ولد الشيخ الصحفي الذي حدد فيه النقاط الأساسية لمحادثات الكويت، والتي أعلن فيها أن المحادثات ستكون في 18 من الشهر القادم. لماذا تحدث الرئيس هادي في هذا التوقيت تحديدا؟ هل هناك يعني من محاولة للتأثير أكثر أو لكسب نقاط قبل محادثات أو مفاوضات أو مشاورات الكويت القادمة؟ نعم، هناك أصلا حوارات وأشياء تدور تحت الطاولة يعني بشكل دائم في الأيام والأسابيع الماضية، وكل هذه تهيئة للمشاورات القادمة في الشهر الحالي القادم. فالخطاب والكلمة هذه كانت موجهة للهدف منها عدة أشياء، كما قلت لك أهم هدف هو محاولة إيصال رسالة للاعبين الدوليين على وجه الخصوص أنه يجب أن تنجح المفاوضات القادمة، ويجب أن يفرض حل السلام والحوار، ويجب أن يتم الضغط على جماعة الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح، على الجماعتين الإنقلابيتين، أنه يجب أن يرضخوا هذه المرة، لأنه الوضع وصل إلى مرحلة لا يطاق. يعني حتى المملكة العربية السعودية والتهيئات السابقة التي تمت أنه على الحدود تم التهدئة نوعا ما، هناك وفد حوثي ذهب إلى المملكة العربية السعودية وبدأ حوار مباشر معهم، هناك استعراضات تمت في صنعاء الأيام الماضية من قبل علي عبد الله صالح بشكل منفصل عن جماعة الحوثي، كل فصيل يحاول أن يوصل رسالة أنه رقم صعب وأنه يحجز مقعد في طاولة الحوار، مقعد مؤثر. فالرسالة الرئيس هذه كانت مهمة جدا للتأكيد للمجتمع الدولي وللولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص ولرعاة المبادرة الخليجية أنه يجب العمل والضغط على إنجاح المشاورات القادمة، ويجب الضغط على إنجاحها لكي تعود الحكومة وتعود حكومة مركزية قوية. كل هذه الأشياء الخطاب أتى ممهد من هذا القبيل. طيب، الآن هناك يعني لاعبين دوليين وهناك رأي عام دولي أو عالمي أيضا، ما هي الرسائل التي مررها هذه إلى الرأي العام الدولي؟ والله هو الرسائل التي مررها أنه نحن كحكومة أن هذه جماعات انقلبت على السلطة، وأن الوضع الإنساني وصل إلى درجة يعني لا يمكن أن يتقبلها أحد، يعني وصل عدة رسائل للمجتمع الدولي، ووصل أيضا أنه الحكومة دائما فاتحة بابها للحوار وذهبت لأكثر من محادثة بغض النظر عن نية الميليشيات ونية جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح. فكما أسلفت أنه وصل عدة رسائل مهمة، وأهمها كما أسلفنا أنه الضغط لإنجاح المحاورات والمباحثات القادمة. وأظن أن هناك ضوء أخضر معين، يعني الخطاب لم يأتي جزافا أو ارتجاليا، لكن ما هو مستغرب نعم موقف الطرف الآخر،
نعم أستاذ محمد، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف محمد العمراني الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يعني كيف تابعت أو قرأت مقال الرئيس هادي في صحيفة نيويورك تايمز، وما هي أبرز النقاط التي يجب التركيز عليها من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بالنسبة للمقال هو تطرق لمجموعة من المواضيع، أهمها النقاشات التي تدور الآن حول موضوع التسوية السياسية أو المشاورات التي المزمع عقدها في الكويت. هذه أهم النقاط حقيقة، والمقال تحدث بجدية كاملة عن الاتجاه نحو صناعة السلام في اليمن، وصناعة السلام المبنية على أسس القرارات الدولية ذات الصلة وعلى أسس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. الرئاسة فيما يبدو جادة، وهي كما كانت سابقا أيضا جادة. الإشكالية تأتي حقيقة من جانب الطرف الآخر المتعنت، وهو طرف له مصالح الحقيقة، هو طرف يسيطر على الدولة، يتحكم بمواردها الرئيسية، ويشعر أن أي تسوية سياسية ستخرجه من الملعب السياسي، ستخرجه أقل شيء من الملعب الحكومي. يعني سيفقد هذه القدرة على السيطرة، التحكم بموارد الدولة، تحكم برواتب الناس ومصائرهم. الرئاسة جادة، والمواضيع التي طرقت هي مواضيع حساسة ومهمة في من وجهة نظري. المبعوث الأممي أيضا كان قد تحدث بما يشبه، ذكر أن هناك اتفاق جرى مع الحوثيين، والحوثيون اليوم على لسان الناطق الرسمي باسمهم نفوا هذه الاتفاقات. طيب في ظل هذه النقطة، وكما تحدثت عن وجود التزام من قبل الحكومة الشرعية كما يعني تمثل في حديث هادي في هذه المناسبة وفي مناسبات أخرى أيضا، الآن هناك خطاب متناقض مع ما قاله ولد الشيخ بالنسبة لمبعوث الميليشيا أو ناطق الرسمي باسم الميليشيا محمد عبد السلام، كيف يمكن قراءة ذلك؟ الحقيقة هو أمر متوقع، وهو هذا أمر حصل أيضا في المشاورات السابقة. لو تتذكر حصل نفس الشيء بالنسبة للمشاورات السابقة، كان المبعوث الأممي قد قام بعمل مكثف لمدة شهرين من التواصلات مع الأطراف اليمنية، سواء الأطراف الحوثية أو أطراف صالح في صنعاء، ووصلوا إلى ما يسمى بالفاينل أجندة أو الأجندة النهائية التي تم الاتفاق عليها، والتي كانت تتضمن أشياء متعلقة ببناء الثقة وإطار عام حدد في حينه، إطار عام للمشاورات. حينما جاء الوفد إلى جنيف، لاحظ الجميع أنه تنكر لكل هذه المبادئ، مبادئ بناء الثقة التي كانت تتضمن إطلاق المعتقلين، كانت تتضمن أيضا أشياء أخرى مثل المعتقلين السياسيين قصدي، وأيضا فك الحصار عن المدن مثل مدينة تعز المحاصرة وغيرها من الأشياء والإجراءات التي ممكن أن تبني الثقة بين المتحاورين. لكن هذا الكلام كله تحول إلى سراب بقيعة. كانت الأجندة، أقصد حين وصل وفد الانقلابين إلى بيان، لاحظنا أنه كما لو أن الأمم المتحدة لم تقم بأي مجهود سابق، تنكروا لكل هذه الأشياء. طيب هناك ما يشابه التكرار أستاذ محمد في الحالة في تعامل الأمم وكذلك الخطاب الحوثي في ذلك، يعني هل نفهم من ذلك أن الميليشيا غير جادة في الحل السياسي أو المفاوضات السياسية؟ مثل ما ذكرت لك، أنا قلت لك بأن الحوثيون وصالح يعلمون يقينا أن أي تسوية سياسية حقيقية على أساس من مخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 هي في النهاية ستضع حدا لتسلطهم وتحكمهم في موارد الدولة. صار معلوما لدى اليمنيين جميعا أن الحوثيين وصالح لا يكترثون للضحايا، لا يهمهم كم الضحايا الذين يتساقطون في الجبهات، ولا الخسائر التي مني بها الوطن جراء انقلاب، الخسائر الاقتصادية تقدر بالمليارات، أي هناك الشركات أغلقت، المؤسسات الدولة عطلت، كل شيء في اليمن تقريبا أصبح معطل، كل شخص، كل فرد في اليمن لديه مشكلة حقيقية مع هذا الانقلاب، لديه مشكلة نفسية، لديه مشكلة معنوية، لديه مشكلة في الموارد، لديه كل شخص يمني، كل شخص يمني يعاني من هذا الموضوع. لكن هم لا ينظرون للأمور إلا من زاوية خاصة، زاوية الإثراء الخاص الذي تحولت مؤسسة الدولة والتجارة الغير مشروعة، تجارة السوق السوداء إلى أرباح
تحقق لهم بعض الموارد، وهذا أمر هم لا يفضلون، هم لا ينظرون إلى الضحايا، لا ينظرون إلى الضحايا إلا مجرد أرقام. كان علي عبد الله صالح يقول سنجند بدلا عنهم، وهؤلاء أيضا لديهم مخزون من الشباب المغرر بهم، يقذفون بهم إلى الجبهات، يدفعون بهم إلى المستنقعات الحروب، ويدفعون طيب هؤلاء انطلاقا من الضحايا ذلك كل أستاذ محمد، صارت انطلاقا من ذلك يعني محمد عبد السلام عندما يطلق هذه التصريحات أو يتحدث عن أنه يعني ليس هناك نية لتسليم الأسلحة وأن المبعوث الأممي هو من أطلق هذه التصريحات، ويبدو واضحا أنهم لم يقبلوا بالقرار 2216 على العكس مما قاله ولد الشيخ، وهذه نقطة كانت مسار يعني أو مثار يعني الكثير من الجدل حول لماذا ولد الشيخ تحدث بديلا عن الحوثيين. لكن بشكل عام الآن كيف يمكن فهم رسالات محمد عبد السلام من قبل الجمهور الذي يؤيده أو على الأقل يتماشى معه ويناصره؟ والحقيقة بالنسبة للناس أنا أتوقع أنه ما يقرأ من خلال هذه التصريحات في نكران كامل الاتفاقات التي حصلت مع ولد الشيخ أو غيره، هي تأتي في إطار المماطلة وفي إطار اللعب على الأشياء الغير، يعني أقصد اللعب على الناس، يعني بإشعار الناس بأنه نحن في مسار سلام ونحن ضد الحرب ونحن كذا، بينما هم في الحقيقة يمارسون من تحت الطاولة أشياء ليس لديهم أي نية في تسليم الدولة ولا في تسليم الأسلحة ولا في تسليم المدن. الأمم المتحدة حقيقة تقوم بدور يشبه دور الميسر، وهذه أيضا إشكالية أخرى تتعلق بالحوار نفسه، لأن الأمم المتحدة هي مخولة أو المفترض أنها مخولة بتنفيذ القرار الدولي 2216 باعتباره صادر عن واحدة من أهم مؤسساتها مجلس الأمن، لكن هذا الكلام لا يتم، تقوم الأمم المتحدة فقط بدور الميسر، وهذا الكلام كان يصرح به جمال بن عمر أكثر من مرة أننا مهمتنا فقط تيسير ال. طيب على ضوء هذه المعطيات أستاذ محمد، كيف ترى مستقبل هذه المشاورات؟ هل يمكن الحديث على أنها ستموت قبل أن تلد؟ أنا أتوقع أن هذه المشاورات، يعني توقعي الشخصي، إذا استمرت الجماعة الحوثيين وصالح في المماطلة بهذه الطريقة فإن نهايتها ستكون أشبه بنهاية المشاورات السابقة، هي ليست إلا استهلاك للوقت ومحاولة لإحراج المجتمع الدولي فقط. اتفاقات وقف أطلاق النار التي تعلن أيضا، هنا هناك إشكالية مثل ما ذكرت لك من الأمم المتحدة أنها تقوم بدور الميسر، وليست يعني مثلا الحديث عن وقف إطلاق النار بدون أي رقابة دولية أو بدون أي رقابة محلية سيعرض هذا الموضوع للابتزاز، يعني كل طرف يمكن أن يقول بأنه نحن وقفنا إطلاق النار وأطلق النار علينا، وتحول العملية إلى مثل ما يحصل دائما في مثل هذه الأشياء. هذه الإشكالية ربما تدفع المجتمع الدولي إلى الإيمان حقيقة بأنه تكلفة الحرب في اليمن قد تكون أيسر من تكلفة السلام، بمعنى أنه الذهاب في اتجاه الحسم العسكري ربما يكون أيسر من الذهاب في اتفاقات من هذا النوع، فقط تطيل أمد الحرب ولا تضع حد لتجاوزات هذه الأطراف التي هجمت على الدولة واستأسدت على المجتمع وحولت الدولة إلى حالة من الفوضى وحالة من الهمجية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ محمد عثمان المحلل السياسي معنا عبر السكايب من الدوحة. أستاذ محمد، يعني كما تحدثنا عن أن مقال الرئيس هذه كان يتحدث مع الخارج، هل يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال رسالة إلى الداخل أو المناصرين أيضا في اليمن؟ هو حقيقة الخطاب موجه للجميع، للداخل والخارج أيضا، لكن ما يؤسف حاليا انه انا يؤسفني ان اقول التوقع الشخصي ان المحادثات هذه لن يكتب لها النجاح، ويؤسفنا ذلك، يعني نحن نتمنى ان يصلوا لحل، وان يصلوا لحل يفضي لسلام دائم وليس ترحيل للمشكله او تهدئه مؤقته، لكن البوادر ما يصدر عن جماعه الحوثي وتصريحات الناطق الرسمي لهم كلها تؤكد انهم غير جادين في الجلوس على طاولة حوار حقيقية وإخراج اليمن من هذه الأزمة ومن هذا الوضع، لأن الوضع وصل إلى حد الوضع الإنساني في معظم المحافظات
لا يطاق، يعني الوضع وصل إلى مرحلة طيب، صعبة جدا. لكن في ذلك أستاذ محمد، لماذا الجميع يتحدث عن أن هناك، أو الآن الحديث بات عن مستقبل سلمي لا عن حرب وعن آلة عسكرية وعن ما شابه من ذلك أو معارك؟ البعض تفاءل عندما سمعوا أن هناك مباحثات أو محادثات سعودية مع جماعة الحوثيين، وأن وفد من الحوثيين زار المملكة، وأن هناك تهدئة على الحدود. البعض أخذها بحسن نية، أن الجماعة حست بالضعف أو حست بأنه خلاص يجب الانتقال لمرحلة الحوار وطي صفحة الحرب. لكن الحقيقة أنه أنا بتقديري الشخصي، أن جماعة الحوثي عندما ذهبت إلى المملكة هي كان الهدف منها إيقاف الجبهة الحدودية، لأنها كانت تستنزف الكثير من الرجال ليتفرغوا للجبهات الداخلية، وظهر هذا جليا ما حدث طيب، في هذا بعد. سياسيا من مصلحة الحكومة الشرعية أستاذ محمد؟ من مصلحتها ماذا؟ هل يعني وقف العمليات الحدودية سياسيا من مصلحة الحكومة الشرعية اليمنية؟ حقيقة ليس من مصلحة الحكومة، هي أنا أتوقع أنه الحوثيون ذهبوا لهذه الخطوة لتخفيف الضغط على جبهاتهم، لكن بالنسبة للحكومة هي تقوية الجبهة الداخلية بالنسبة لجماعة الحوثي. يعني نحن لاحظنا ما حدث في أكثر من محافظة، ما حدث في تعز، في البيضاء، في مارب، في مناطق كثيرة، في شبوة أيضا. حقيقة جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح لا يؤمنون إلا بالأمر الواقع، يعني إذا فرض عليهم واقع معين على الأرض كان مجريات الأحداث والحوارات والمحادثات والمباحثات ستتغير كليا. لكن الآن هم مناورات، وكما لاستكمال النقطة السابقة، ذهابهم هناك إيقاف الجبهة الحدودية لكي يحموا ظهورهم أو يوفروا مجهودهم للجبهات الداخلية، ايضا قطع الطريق على علي عبد الله صالح. هم كانوا يتوقعون ان علي عبد الله صالح ممكن في اي لحظه ان ينشق عنهم او يرميهم ويتجه لمباحثات او حوار مباشر مع المملكه العربيه السعوديه، وبدا ذلك في خطابه قبل السابق عندما كان يقول نحن نريد حوار مباشر مع المملكه العربيه السعوديه. عندما كان صالح يتحدث بهذه النبره، جماعه الحوثي احسوا انه ممكن صالح يتركهم ويذهب منفردا وتكون هنا جبهه الانقلابيين حدث فيها انشقاق، فهم استبقوا هذه الخطوه وذهبوا منفردين، واتت بعدها رده فعل علي عبد الله صالح ان اوعز لتنظيم المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجمهوريه اليمنيه جميعها لجمع جحافلهم الى صنعاء، وبدوا بذاك الحشد حتى يوضح انه رقم صعب ومن هذا القبيل. حقيقة أنا يؤسفني أن أتوقع، أو نظرتي الشخصية، أن المباحثات لن تنجح، لأنه الآن الحكومة تقول أنها تعد رؤية أو آلية معينة لتطبيق القرار 22/16، بينما الناطق الرسمي لجماعة الحوثي يكذب وينفي ما جاء على لسان ولد الشيخ، ويقول أنه أن لم نبلغ طيب، ولد الشيخ أو هل لم يحاول محمد عبد السلام الضغط على ولد الشيخ في هذه النقطة تحديدا، أنه يعني يتحدث عن رفضه أو عدم اعترافه بشرعية القرار 2216 في الوقت الذي قال ولد الشيخ وأحرج بتصريح رسمي أمام وسائل إعلام بأنهم وافقوا على هذا الطلب؟ هو حقيقة هذه الجماعة مراوغة، يعني هم يراوغون في أكثر من مرحلة، يعني لنا تجارب سابقة معهم، فقد يكون أبدو نوع من المراوغة مع ولد الشيخ، فيكون فهمها على أساس أنهم قبولهم بتطبيق معين، لكن الحقيقة هم يريدون الالتفاف على القرار 22/16، لأنه محتوى هذا القرار يعمل على سحبهم من المؤسسات الدولة، تسليم الأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك. هم لا يريدون هذا، هم يشترطون لإيقاف إطلاق النار وللاتجاه المباحثات ولغيرها أنه يجب أن تشكل حكومة ويكون هم جزء أكبر فيها أو من هذا القبيل. هم الآن تغلغلوا في أجهزة الدولة، يعني حتى احنا سنفاجأ بأجهزة الشرطة وأجهزة الأمن وأجهزة الجيش الموجودة الآن في العاصمة وغيرها، طيب حتى عند تسليمها سنفاجأ بأن جماعة الحوثي هذه قد جندوا معظم أتباعهم بشكل رسمي. طيب، دعنا نتحدث عن هذه النقطة وكذلك نقطة حكومة الوحدة الوطنية التي تحدث بها ناطق الميليشيا، لكن قبل ذلك دعنا والمشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدين الكرام نواصل استئناف حديثنا في حلقة هذا المساء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي المحلل السياسي عبر السكايب من الدوحة الأستاذ محمد عثمان. أستاذ محمد، هل يمارس الحوثيون شكل من أشكال التقية السياسية في أنهم يحاولون يعني اللعب على الوتر السياسي كتحدث مع الأطراف الدولية، لكن في نفس الوقت يقومون بتعبئة أنصارهم أو من يتبعونهم عسكريا حتى يتوجهوا أكثر نحو الحرب في الداخل؟ هم حقيقة يراوغوا بشكل كبير، وكما أسلفت أنه نحن عندنا تجربة مع هذه الجماعة، كانت تراوغ وتتملص من التزاماتها حتى وهي في موقف القوة، وكان واتفاق السلم والشراكة أكبر دليل على ذلك. يعني فهذه الجماعة مراوغة بشكل كبير، لكن حقيقة أنه قد وصل الوضع إلى مرحلة أنه يجب أن على الحكومة وعلى التحالف والمملكة العربية السعودية أن يتخذوا إحدى الخيارين، إما أن تنجح هذه المباحثات بشكل جاد ونصل إلى سلام دائم، أو يتجهوا إلى الحسم على الأرض، لأن هذه الجماعة تؤمن بالواقع على الأرض حقيقة. طيب هل يعني يطرح الكثيرين أنه بالأخير المراوغة شكل من أشكال السياسة ولعب فن الممكن، يعني ما الإشكال في ذلك؟ هناك مراوغة بحدود، لكن عندما يكون الالتفاف على مرجعية ثابتة، يعني أنت لو تلاحظ صالح في معظم خطاباته حتى يقول مخرجات الحوار خلاص، يعني لم يعترفوا بها. قرار 22/16 هذا مرجعية أساسية يجب عدم الالتفاف عليه، يعني إذا قبلت الحكومة المفاوضات بعيدا عن هذه الثوابت بأي شكل من الأشكال فهي تشرع لهذه الجماعة الانقلابية وتشرع لهذه الطريقة، طريقة هدم مؤسسة الدولة والاستيلاء عليها بالقوة وتجيير كل موارد الدولة وإجبار الناس وإخضاعهم بقوة السلاح. يعني هذه سابقة ستكون خطيرة إذا الحكومة تراجعت أو قبلت بأي شكل من أشكال المفاوضات التي تلتف على القرار 22/16، تلتف على مخرجات الحوار الوطني. هذه وثيقة ثابتة يمكن الأخذ والرد في موضوع الأقاليم في نقاط معينة داخل مخرجات الحوار، لكن هناك ثوابت أساسية يعني الجميع اتفق عليها. نحن اتفقنا على في وثيقة الحوار على الاتجاه نحو دولة مدنية تضمن المساواة والعدل وغيره على الجميع. لا يمكن أن نقبل بالالتفاف على كل هذه الثوابت التي قضينا فيها أشهر بل سنوات من الحوار والأخذ والرد فيها. فحقيقة الحكومة عليها الآن في هناك بوادر طيبة، يعني مثلا ما حدث في عدن من تنظيف بعض المديريات من بعض الجماعات المتطرفة وإحكام القبضة الأمنية هنا وهنا، هذه بوادر طيبة. يجب على الحكومة الضغط على المجتمع الدولي واللاعبين الدوليين أنه نحن يجب سرعة البدء في الموضوع، لأنه هذه البيئة التي أحدثتها الجماعة الإنقلابية في اليمن تهيئ لتفكك الوضع ولظهور جماعات متطرفة قد يصل الوضع إلى وضع لا يحمد عقباه مستقبلا، فيجب الحسم في هذا الموضوع. طيب في نقطة أخرى أستاذ محمد، يعني تطرق محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الميليشيا عن حكومة وحدة وطنية، ما المراد في هذه النقطة تحديدا قبل الخروج إلى المفاوضات؟ يعني باستثناء المراوغة السياسية، هل هم جادين في عمل حكومة وحدة وطنية مع المؤتمر الشعبي العام إذا ما كان الكثيرين يرجحون أن الحوثيين يعني يلعبون على أوتار غير التي يلعب عليها صالح ومن تبقى من حزبه معه؟ والله بالنسبة لحكومة وحدة وطنية هذا كلام غير مقبول حاليا قبل الشروع في تنفيذ القرار 22/16 والاتجاه لحل صريح وواضح تحت مرجعية القرار 22/16. جماعة الحوثي علي عبد الله صالح لم يستطيعوا تشكيل حكومات سابقة، هم لا يمتلكون شرعية دولية ولا شرعية محلية، يعني أنت تعلم أن معظم المحافظات خارجة عن سيطرتهم، هناك رفض شعبي عارم لهم، يعني حتى داخل المحافظات التي يحكمون القبض عليها والسيطرة يعني هناك رفض شعبي داخلي وهناك عدم اعتراف بشرعية لا دولية ولا محلية، فلن يستطيعون المضي في هذا الاتجاه. لو كانوا يستطيعون كان قبلوا بذلك، يعني حتى مجرد تعيين سفير في نايف القانص، مجرد تعيينه في سوريا سفيرا، هناك أنبأ أنه رفضت الحكومة السورية القبول به.
لأنه الجماعة الحوثية والإنقلابية لا تمتلك أي شرعية نعم أستاذ محلية محمد، طيب تقول. دعنا الآن يعني نستقبل الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة الصحفية عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذة ميساء. مساء النور. أستاذة ميساء، يعني الآن جاء في مقابلة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يعني قوله أننا نخطو خطوات واثقة نحو السلام. الرئيس هادي على ماذا بنى هذه التأكيدات طالما وأن تحالف الانقلاب كما يرجح الكثيرين لا يبدو جادا تجاه مسألة السلام؟ هو أولا مقالة لازم نكون نضع في اعتبارنا أنها مقالة موجهة للقارئ الغربي بمناسبة مرور عام على الحرب ضد السعودية، ولازم كمان نيويورك تايمز هي على فكرة جريدة لها توجه سياسة تحريرية، لها توجهها معادي للسعودية عموما. فهو المجال طبيعة جمهوره هو بتفرض هذا النوعية من الكلام، خصوصا لاحظ أنه أكد أكثر من مرة على مسألة الإرهاب ومكافحة تنظيم القاعدة أو أشار إلى هذه النقطتين. بخصوص التسوية، أتصور في ضغط كبير على السعودية لوقف الحرب، فأتصور في مسارين للتسوية. المسار السعودي الحوثي أعتقد أنه بيمشي بشكل جيد جدا، واعتقد انه بيمشي على اساس انه الحوثي يتخلص من حليفه صالح والسعوديه تتخلص من هادي، يبدو كذلك يعني. واعتقد بس انه على المجال الجبهات الداخليه لا زالت الاوضاع ستظل ساخنه على فتره من الزمن. طيب وهل قادر التحالف قادر على التخلص من يعني الحكومه الشرعيه وهي اساس التدخل الذي حدث في اليمن؟ اذا توقف التدخل العسكري ممكن، ايوه احتمال يعني. انا هذا ايضا في الاخير هذا كلها تخمينات، لكن لاحظ ان الحديث عن حكومه وطن او وحدات وطنيه وعلى اشياء كثيره في لكن ذلك في استاذه ميساء محاوله بناء يخالف شرعيه مختلفه، يعني ذلك يخالف وجهه النظر التي شرعية حال. تفضلتي بها قبل قليل من ان المقال في الاخير يخاطب جهه تحارب او يعني لها راي مضاد للسعوديه بشكل كبير، فبالاخير هناك واضح انه هناك تطمينات ما بين هادي والسعودية وهناك جبهة موحدة في إطار سياسي بهذا الشكل. لا، هي مسألة هي لها علاقة بالتقديم تقوية وجهة نظر الحكومة الشرعية في الغرب يعني. هذا لا علاقة لها بالخطاب، يعني بالمقال. يعني هنا بتكلم على مسألة المسار التفاوضي، إنه الكلام اللي قاله محمد عبد السلام اللي هو ممثل الحوثيين والتوجه اللي ماشي الآن بينه وبين السعودية، هو واخذ هذا، واضح حتى الآن واخذ هذا التوجه. إلى أي مدى هذا ممكن يمشوا فيه ما أعرفش يعني، بس واضح أن الحوثي جاد جدا في تقديم كل خطوات بناء الثقة بينه وبين السعودية. واضح أن السعودية متجاوبة لما يتكلم إسماعيل ولد الشيخ أنه هو الحرب ممكن توقف في 10 أبريل. الحرب هنا مقصود فيها ضربات جوية بدرجة أساسية. لكن في هذه النقطة أستاذ ميساء، يعني يطرح الكثيرين أن بالأخير السعودية تتبنى القرار الأممي 2216، لكن الحوثيين كما صرح محمد عبد السلام لا يعترفون به. هم أكثر من مرة قالوا أنهم مستعدين يتعاملوا معه جديا، مش مسألة أنه مش حيطبقوه بالكامل، لكن هم سيتعاملوا معه. في فارق ما بين التعامل معه وعدم تطبيقه جديا. لاحظ كمان ان جريده الاخبار اللبنانيه ايضا هي جريده منحازه للحوثيين، هذه نقطه ثانيه. فهذا طبيعه الجمهور، لما يكون جمهورك بتكون نبره اللهجه الحديث ايضا مرتفعه قليلا. لكن اللي سيطبق على الارض هو ما فرضته العمليات العسكريه وليس القرار الاممي. ما فرضته العمليات العسكريه حتى الان ان الحوثي لا زال مسيطر على مناطق واسعه من شمال اليمن. فهذا بيفرض انه لابد من التفاوض مع الحوثي في تسويه ما، والتسويه والحال وواضح ان المرحله السياسيه القادمه في اليمن هي مرحله طفيف في الحياه السياسيه اليمنيه. يعني الحوثي ان احنا ممكن تفضل لنا الحاله اللبنانيه والعراقيه في الغالب، هذه هو لانه هو الحديث كله الان بيتكلم على مدى شرعيه العمليه الانتقاليه اللي كنا ماشيين فيها اللي بيمثلها هادي، والدخول في شرعية عملية جديدة. لكن ذلك أستاذة ميساء يعني لا يمكن أن يمر دون رضا أممي أو رضا إقليمي بشكل عام على ما يجري، وهناك الآن تعارض صارخ ويعني نفي صارخ من قبل محمد عبد السلام لكلام ولد الشيخ الذي قال أن الميليشيا مستعدة لتنفيذ القرار الأممي في ذات الوقت.
احتمال اسماعيل ولد الشيخ نفسه بيقدم بيصدر حاله تفاؤل، هو حابب انه يقدم نفسه انه هو نجح في مهمته. هذا مثل ما قال جمال بن عمر في اخر يوم في مهمته، القى خطاب ان اليمنيين كانوا على بعد خطوه من الاتفاق، في وقت الحوثيين قبل يومين بالضبط كانوا بيطلقوا كانوا اطلقوا طيارات ضد قصر الرئاسه. في النهايه لها حساباتها الخاصه، يعني في الاخير ما فيش داعي نفرط في الثقه بقدرات المبعوثين الامميين، هم في الاخير شخصيه تكنوقراط يعني امكانياتها بسيطه، يعني اكثر من كذا بكثير امكانياتها بسيطه. أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة ميساء شجاع الدين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وأعود إلى ضيفي المحلل السياسي من الدوحة عبر السكايب الأستاذ محمد عثمان. أستاذ محمد، يعني إذا ما جئنا إلى الحديث عن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وتحدث على أن المشاورات القادمة هي الفرصة الأخيرة، في ظل هذا التناقض الحادث ما بين تصريحات ولد الشيخ وتصريحات الناطق باسم الميليشيا، هل فعلا هذه ستكون مهمة ولد الشيخ الأخيرة، وبالأخير كما فعل بن عمر سيخرج من المشهد اليمني؟ هي لن تكون الأخيرة، بس هو إنما يقول الفرصة الأخيرة إيعازا لكل الأطراف أن يحاولوا أن يصلوا لحل أصلا، لكن الأمور يبدو أنها ستطول قليلا. بالنسبة لموضوع، أحب أكد على نقطة، أنه موضوع اللي طرحته الأخت ميسة أنه ممكن السعودية أن تفرط بهذه، هذا أنا أستبعده جدا، لأنه مهما كان هناك تقصير من الحكومة الشرعية ومن الرئيس هذه، لكن هم الوحيدون من يملكون شرعية حقيقية يعني داخل اليمن، وهم من قام التدخل أساسا من أجل إنقاذ الشرعية ومن أجل استعادة الدولة، فلا يمكن أن تفرط برؤوس الشرعية أو ترميهم جانبا إرضاء للميليشيات. يعني بالأخير الحسم العسكري ممكن وممكن جدا، يعني هناك الجيش الوطني والمقاومة الآن على طفوم صنعاء واستعدادات كبيرة جدا وأسلحة نوعية، وهناك دعم هائل، وهم على وشك الاستعداد لاقتحام صنعاء إذا ما وصلوا إلى طريق مسدود، لكن الحكومة والرئيس هادي ترك باب الحوار مفتوح، انه والله اذا وصلنا لاتفاق سياسي تحت 22/16 وفق آلية معينة يتفقون عليها كان بها، ما لم فالحسم العسكري وارد جدا. يعني لا يمكن ان ان ان, أن تتململ الاطراف الشرعية او ان يتم الرمي باطراف هامة في الشرعية جانبا ارضاء لجماعة الحوثي. التهدئات والحوارات التي تتم بين الحوثيون والسعودية هي من باب تهدئة للجبهات الحدودية، وهناك ضغوط معينة على المملكة العربية السعودية أظن لإيقاف إطلاق النار وإيقاف القصف وغيره، فأنا أظن من باب أنه جس النبض، أنه والله إذا مستعدين لحل سياسي كان بها وفق القرار 22/16 لا تنازل عن الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة بحاح، هي آخر حكومة شرعية يعني أخذت ثقتها من البرلمان والرئيس هادي من صاحب الشرعيه الوحيده، فلا يمكن ان نشكل حكومه. طيب هل هذا هو سبب التزام الرئيس هادي والحكومه كذلك باظهار دوما انهم مستعدون للحلول السياسيه وان يدهم ممدوده للحلول السياسيه اذا ما نفذ قرار مجلس الامن 2216 وبقيه القرارات ذات الصله، هل هذا السبب؟ نعم، هو كلما زاد عرض الحكومة والرئيس للسلام واستعدادهم زاد تعنت جماعة الحوثي، وأيضا الآن حتى تصريحات محمد عبد السلام وغيرها هي من باب النفخ، بمعنى أنه نحن لازلنا أقوياء على الأرض ونحن طيب مسيطرون. في ذلك هل تفشل يعني هل يرسل الحوثيون رسائل غير مباشرة أو من دون قصدهم إن صح التعبير بأنهم فاشلون على المستوى السياسي في هذه النقطة، أو يمثلون فعلا عقلية ميليشيا في الأخير إذا تعنتوا بما يخالف ما تحدثوا معه مع ولد الشيخ فيه؟ نعم يا أخي، هم عقلية ميليشيات، يعني حقيقة هم هؤلاء ليس لهم في الباع السياسي أو في العمل السياسي. نحن من بعد ثورة 2011 لم تتجه هذه الجماعة لتشكيل حزب سياسي، هناك أحزاب نشأت، يعني الجماعات السلفية شكلوا حزب الرشاد غيرهم، نشأت أحزاب من بعد 2011، لأنه الجميع احنا الأمل والطموح أنه نتجه نحو دولة مدنية، نتجه جميعا لصندوق الاقتراع، وليأتي بمن كان أيا كان، يأتي بطريقة ديمقراطية لا مانع عندنا كشعب.
لكن هذه الجماعة عقليات ميليشياوية، يعني لا تجيد إلا فن السلاح وفرض الواقع على الأرض. طيب في هذه النقطة كيف يمكن الحديث عن حلول سياسية مع جماعة لا يمكن أو يعني لا تمارس السياسة بالشكل المطلوب؟ والله هو تعرية لهذه الجماعة أمام المجتمع الدولي عامة، ليعرف أنه نحن على الأرض لنا القدرة أو قادرين على حسم الموضوع، لكن نخشى من التكلفة البشرية والدمار الذي يمكن أن يحدث. لذلك تفاديا لهذا نحن فتحنا باب الحوار والسلام لهذه الجماعة، لكنها تتعنت. يعني في حوارات جنيف السابقة وصلوا هناك ويريدون آلية للإفراج عن كان هناك نقاط لبوادر حسنية، منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فكانوا يتحدثون هناك عن آلية للإفراج. يعني هذه الجماعة ستحاول الالتفاف على أي مباحثات، على أي حوارات، ستدخلنا في آليات تليها آليات تليها آليات. لن نصل إلى نتيجة إلا إذا حصل هناك تقدم نوعي على الأرض. وأنا وعدت أنه على الحكومة هناك تقصير معين كان يجب أن يتم تغيير واقع معين على الأرض. فمثلا في تعز حدث تقصير كبير، خصوصا بعد انتصار المقاومة هناك وفتح الحصار عنها، ظلت المعابر مفتوحة، المعبر مفتوح أكثر من 10 أيام، لم تصلهم حتى مدرعة واحدة، وهناك مئات المدرعات المكدسة في المناطق الجنوبية. حديث حقيقة حدث هناك تقصير مما جعل جماعة الحوثي تزداد قوة وتزداد عنادا على جانب المباحثات، لأنه يقول لك احنا على الأرض لازلنا مسيطرين، فأنت يجب أن تغير نوعا ما. طيب في هذه النقطة تحديدا أستاذ محمد، شاهدنا خطاب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وكذلك شاهدنا تصريحات أو تابعنا تصريحات محمد عبد السلام الناطق باسم الميليشيا. ما الذي يجب أن يفهمه المجتمع الدولي من خلال هذه الخطابات التي لم تكن سابقة في نهاية الأمر؟ هو حقيقة أنا أقول لك أنه الآن جبهتي الانقلاب أو جبهة الانقلاب هناك شرخ فيها، يمكن للحكومة وللتحالف استغلال هذه النقطة في إجراء مباحثات معينة مع علي عبد الله صالح ستجعل الطرف الحوثي أضعف، لأنه أنا قلت لك. ماذا عن المجتمع الدولي أستاذ محمد؟ حقيقة المجتمع الدولي هو مؤيد للقرار 22/16 جميعا، مؤيدين للخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية وللحكومة الشرعية. نحن بحاجة إلى جدية، نحن الحكومة والرئيس هادي والمملكة بحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية على الأرض تساعد على الضغط على جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح. يعني نحن لا ننتظر من المجتمع الدولي أن يأتي ليطبق قرار 22/16 بالقوة. يعني هم بالأخير سيؤمنون بأمر واقع على الأرض، يعني إذا كان لم نستطيع حاسم شيء أو تغيير شيء على الأرض فلن يعملوا لنا شيء، سيظل القرار وكل القرارات ستظل حبر على ورق لا معنى لها. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ محمد عثمان، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة في حلقة اليوم. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم وأشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا. تقبلوا في الختام تحياتي أنا وجيه السماء مقدم هذه الحلقة، وتحيات طاقم العمل التحريري والفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.